كشاب علشان ادخل في مشروع المتين مصنع واحصل على مصنع واشغله اعمل ايه؟ اول حاجه بتقدم دراسه جدوى مبدئيه، يعني عباره عن ورقه فيها ايه اللي انت الخبره اللي عندك، ايه المشروع اللي انت عايز تعمله. احنا بنشوف هل الخبره بتاعتك دي كافيه ان انت تستمر في المشروع لوحدك، ولا بنوجهك تاني لمستثمر تاني ممكن يكون موجود بس ما عنده خبره بس ما عندوش فلوس، بيقدروا الاثنين يعملوا مع بعض شركه. احنا مش مستهدف المستثمر، مش فرد، المستثمر هو شركه، ممكن يبقوا 2-3 يشتركوا مع بعض، 10 يشتركوا مع بعض، ايا كان العدد. انت بتقدم الاول فكره مشروع، احنا بنعمل عليه دراسه جدوى بسيطه مبدئيه، لو انت وافقت عليها بنبدا نشوف الامكانيات الماديه بتاعتك، لو هي كامله بتبدا نعمل دراسه الجدوى كامله بقى، نكملها في مكتب متخصص لدراسات الجدوى ونقدمها للبنك ونبدا الاجراءات بتاعتنا. اللي فهمته من كلام حضرتك ان متوسط انشاء المصنع 2 مليون جنيه. تمام. الشاب المفروض او المستثمر المفروض بيدفع 25%، اللي هم في حدود نص مليون. في حدود نص مليون، نص مليون جنيه. فانت النهارده بتقول لي الشاب يجيني وهو معاه نص مليون جنيه. لا انا ما بقولش الشاب، انا بقول الشركه اللي جايه لي يبقى معاها نص مليون جنيه. ممكن الشركه دي 10 شباب يشتركوا فيها كل واحد 50,000 جنيه، يبقوا بنص مليون جنيه. ممكن يبقوا 5 بس فيها يبقى كل واحد 100,000 جنيه. ممكن واحد معاه 200,000 وواحد معاه 50 يشتركوا مع بعض بالنسب ويعملوا شركة في هيئة الاستثمار أو شركة فردية، مفيش مشكلة يعملوها، مش هتكلفهم كتير، وهيقدموا لي الشركة دي ككيان. هو ده في مجلس إدارة، في رئيس مجلس إدارة، في مدير تنفيذي، يعني مع بعض. يعني دلوقتي بتقول لي 10 شباب يشتركوا مع بعض ممكن يعملوا شركة مساهمة. ايوه. راس مالها نص مليون جنيه. تمام. يجوا لي بقى بالشركه براس مالها وانا امكنهم من مصنع ثمنه 2 مليون مزبوط. جنيه. مظبوط. كل المصانع اللي احنا بنقدمها دلوقتي حاليا عشان التسقيع وعشان ان الناس ما تاخدش المصانع وتسقعها كلها حق انتفاع لمده 30 سنه، مقدمه الاراضي بتاعتها من الدوله، من هيئه الاستثمار، من هيئه التنميه الصناعيه، من المحافظات ساعدتنا وقدمت اراضي. كل المطلوب من الشباب ان هو يقدم فكره بس بسيطه على ورقه معينه، او لو ما عندوش فكره، ما عندوش الفكره دي انا بقدم له من عندي في الاتحاد او في الجامعات اللي هي تابعه للاتحاد، دي منتشره على مستوى الجمهوريه كلها. نقدم له مجموعه من 10 قطاعات او 15 قطاع، في كل قطاع فيها اكثر من 20 صناعه، دي الصناعات دي هي مستهدفه بالنسبه لنا، اللي هي الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره، والمواد الخام بتاعتها موجوده عندنا. في بعض الصناعات دراسات الجدوى بتاعتها غير مجديه، لان لو انا صنعتها المنتج المستورد بتاعها ارخص من ان هو عنده ميزه في المواد الخام والحاجات دي. تمام استاذ ياسر، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.